بميدان رمسيس، والاسلام حطت سكك حديد صعيد مصر ببشتيل، فيها مبنى رئيسي بالجراشات بالمولات اللي موجوده فيه، في ورشتين قدام حضرتك، دي ورشه عربيات ورشه جرارات ثانيه كامله، ورشه كامله اهي، ورشه جرارات ورشه عربيات. لا المهم المهم انها خلصت، مش لسه مشروع بنعمله. لا لا احنا قعدنا نجدد في محطه مصر دي لغايه من 10 سنين. شايف القطر ماشي جوه اهو، القطر ماشي، القطر خلاص احنا نقلنا، دخلنا القطار جوه وفضينا مسار القطار اللي كان ناحيه المهندسين، عشان حياتك الحق بقى، انا عارف ان حياتك يعني 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 عاشق لمنطقه المهندسين والمنطقه الجميله دي. الحق بقى هنعمل 28 عماره مكان السكه الحديد اللي احنا لغيناها، اللي احنا نقلناها لجوه. اه فده استثمار. ايوه بتطل على المهندسين، لان حياتك هنا بتطل على ناحيه شارع على على ميدان لبنان. اه ده يبقى سكن فاخر ويجيب فلوس كويسه. بالظبط كده، عباره عن بوديوم، اولا برضه يعني جراج في بدروم، ثم درون بوديوم كده كامل تحت ال 28 عماره اداري وتجاري، ثم بعد كده سكني التسعه ادوار الباقيين. كل ده هيتباع بفلوس. احنا قبل ارتفاع الاسعار احنا كنا موفرين مليار جنيه من هذه المحطه. النهارده لما الاسعار اتحركت شويه واحنا لسه مثبتين سعر، برضه سعر البيع لسه ما عملناش، ما طورناش دراسه الجدوى الاقتصاديه بتاعه البيع، كنا هنكسب مليار، هنكسب دلوقتي نص مليار. يبقى انا بنيت المحطه بطريقه اقتصاديه، او القطر اهو، القطر ماشي جوه المحطه اهو، خلاص الست سكك يعني اتخلصوا، اتشغلوا القطارات، اشتغلت عشان زي ما قلت لحضرتك افضل مكان القطارات القديمه واعمل 28 محطه. طب ليه خدنا، ليه عملنا محطه بشيل يا استاذ عمرو؟ محطه سكك حديد مصر اتعملت 1851، اتفتحت 1854، كانت عدد سكان مصر 4 مليون. 4 مليون النهارده عدد سكان مصر 104 مليون. لو انت قلت ان ال 4 مليون دول كان بيركب منهم 10,000 راكب في اليوم، طب احنا بقى ال 104 مليون بيركب منهم كام؟ بيركب النهارده عندنا مليون راكب في اليوم. طب المليون راكب في اليوم محصورين في محطه رمسيس في ال 11 رصيف اللي عندنا. طب نفضل محصورين في ميدان رمسيس ومحطه رمسيس اللي كانت معموله عشان 4 مليون بني ادم في مصر، ولا نرجع نخرج بقى ونعمل محطه اخرى ومحطه اخرى وتانية وثالثه؟ لا ودي حاجه كمان هتعيش لاجيال يعني. هنا لقينا مثلث بشيل، ده مثلث عبقري، مثلث داخل فيه ثلاث خطوط سكك حديديه، ده البدروم اهو يا استاذ عمرو، ده البدروم اهو بتاع الجراج ويعني وخلافه. النهارده محطه بشيل اللي داخل فيها ثلاث خطوط سكك حديديه، الخط اللي جاي من الصعيد الرئيسي في مصر، والخط اللي رايح اسكندريه الشرقي، والخط اللي رايح اسكندريه غرب النيل اللي هو بتاع امبابه الاباري. طب دول ثلاث خطوط سكك حديديه بتتبادل الخدمه في الحته دي. طب المحاور، عندنا محور 26 يوليو القديم والجديد، عندنا محور عرابي، عندنا محور المطار، عندنا محور الزمر اللي هو محور فريق كمال عامر دلوقتي. في انفاق رابطه المحطه دي بكل المحاور دي من اسفل المحطه، من تحت المحطه. يبقى انا عندي مساحه 57 فدان، مساحه واسعه، مساحه تسمح لي اعمل كل الانشطه والاداري والتجاري والفني اللي هو الورش وغيره وغيره، اعمل شبابيك قطع دزاك زي حضرتك شايفها دي باستفاضه وحاجه كبيره جدا، اعمل جراج متعدد الطوابق ومسجد لمنطقه بشتيل كلها يخدم منطقه بشتيل كلها. كل دي عوامل خلتني لازم نعمل. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يوم ما تعينت والله العظيم يا استاذ عمرو، يوم ما تعينت انا خدت التوجيه من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان لازم نعمل اول حاجه تفكر فيها يا كامل، لازم تعمل محطه تانية في تشيل العبء عن المحطه التاريخيه. طب فين المحطه او نعملها ازاي؟ بدات الدراسات، بدانا نتحرك نعمل دراسات فنيه، دراسات جدوى اقتصاديه، دراسات اثر بيئي، دراسات اجتماعيه. كل الدراسات دي بتعملوها؟ ايوه كل الدراسات دي بتعملوها. ايوه عملنا كل الدراسات دي، اخترنا منطقه بشتيل او مثلث بشتيل عشان هو مكان عبقري، عملنا فيه المحطه، وان شاء الله باذن واحد احد في نهايه شهر 8 القادم ان شاء الله حضرتك تشرفنا وتشوف المحطه دي خلصانه بنسبه 100%. خفت بقى الزحام حوالين المنطقه، المحاور اللي حضرتك هتشوفها بقى، محور عرابي الجديد ومحور 26 يوليو الجديد ومحور الفريق كمال عامر، كل المنطقه دي. انا عايز اهني حضرتك على المحور، لان انا كل مره نتكلم من سنين اقول لك المحور يا معالي الوزير. أيوة. وانا عندي شهاده تاريخيه انه من 20 سنه
كل ما كنا نكلم حد على المحور يقول لك المحور ده احنا ما نقدرش نقرب منه، اصل ده ركامي، اصل ده لا يمكن تطويره. اللي اتعمل في محور 26 يوليو ده شيء، والتخريجات اللي طالعه منه والتفريعات اللي طالعه منه عمل عظيم ولازم اشكرك عليه. ربنا يخليك يا استاذ عمرو، اشكر المصريين اللي بنوا واللي عملوا والسهريين اللي خططوا، مفيش حاجه النهارده مستحيله. يعني هو ده فعلا على جدر ترابي عالي عشان الانفاق تعدي من تحتيه وعشان الكلام ده كله، لان طبعا ماشي في مناطق زراعيه ومناطق سكنيه، ولازم الناس اللي على شمال وجنوب المحور يتحركوا. انت حضرتك عارف المحور ده رايح من الشرق للغرب، فالشمال وجنوبه اراضي زراعيه ومناطق سكنيه، فلازم الناس تتحرك شمال وجنوب، فلازم نعمل انفاق للحركه، فبالتالي لازم الجسر لازم يترفع. فنرفعه بايه؟ نرفعه بجسر ترابي. الجسر الترابي عادي جدا بيتقطع وبيتسلح. هتقول لي التراب بيتسلح؟ ايوه، والتراب يتسلح بجيوجريد وغيره وغيره وغيره، وهنبني جسر جنب الجسر ونعرض المحور محور ثاني جنبه، ونيجي لمنطقه معينه نلاقي لازم عشان برضه ما تخشش ميدان لبنان وتشيل عمارات وتخبط في الدايري. دخلنا شويه الناحيه الثانيه في اتجاه البراجيل، عملنا محور موازي وربط مع هايل محور عرابي هايل. لا، واتساعه كان دايما في راينا مستحيل. كل ده كان لا سيادة الفريق كنا دايما شايفينه مستحيل. ما عادش حاجة مستحيلة، ودايما دي كلمة الرئيس على طول باستمرار، يقول لي صعبة ولا مستحيلة؟ أقول له يا فندم صعبة جدا، يقول لي طالما مش مستحيلة لازم تعملها. حاضر يا فندم، ونعمل وربنا بيعيننا والله وبنعمل. سيادة الفريق من ضمن الأشياء برضو اللي كنا يعني دايما